تطور الإنسان الجزء 24 وحفرية ابن لوسي. يمكن كتير بيسمع عن لوسي لكن ما بيسمعش عن ابنها، رغم أنه أقدم من لوسي ولكن اسمه ابن لوسي. ما تسألونيش إزاي، اسألوا العلماء المتخصصين اللي قرروا يفعلوا هذا الأمر. هندرس الموضوع ده مع بعض، بس للأول تذكرة سريعة وحفرية أو اتنين صغيرين، وبعد كده هندخل في موضوع ابن لوسي مباشرة النهاردة. بدأنا في الحفريات اللي بيتقدم خطأ في ادعاء ان الانسان اتى بالتطور، وعندنا حفريات كتيرة وبالالاف، واهو خلاص محدش يقدر يجادل ان العلماء اثبتوا ان الانسان اتى بالتطور. ولما ابتدينا ندرس ما لقيناش الكلام ده، وابتدينا ندرس جبنا الانسان من الكومن انسيستور اللي قال عليه كابتن داروين، اللي ما ذكرش مين هو لكن قال ان كله جه من الكومن انسيستور. فالمفروض بدأنا من رحلة التطور اللي بدأت من أول الجد المشترك لكل الحياة من 4.1 مليار سنة، وما لقيناش أي جد مشترك ولا مرحلة وسيطة للإنسان، فقط تذكرة، وآسف لو كان البعض شافها أكتر من مرة. المفروض الحياة اللي كانوا في زمان بيدعوا إن هي بدأت من 3.8 مليار سنة أو 3.5، بعد كده طولوها ل 3.8 و3.9، وبعد كده دلوقتي وصلوها ان هي بدأت من 4.1 من 10 مليار سنة، يعني 4100 مليون. بس مين هو الجد ده؟ محدش يعرفه. المفروض كائن يشبه غير حقيقية النواة، يشبه البروكاريوتس، كائن ينقسم ذاتيا، ده الجد بتاع كل الكائنات الحية على الأرض. فينه؟ ما نعرفوش. المفروض الكائن ده قعد عبال أملتكم كده لما ربنا يديكم طولة العمر والصحة 1.5 مليار سنة لغاية 2.1 مليار سنة، فمن 4.1 لغاية 2.1 قعد، آسف، 2 مليار سنة عشان يتطور من غير حقيقي النواة لحقيقي النواة. طب فين مراحل التطور دي؟ مش موجودة. طب فين الجد مشترك لكل حقيقيات النواة اللي هيجي منه الإنسان فيما بعد؟ ملهوش وجود، وده اتكلمنا عليه في الجزء السادس بشيء من التفصيل. المفروض ده كمان قعد هو التاني 1.5 مليار سنة بيتطور تدريجيا لغاية ما طلع منه أول خلية تسمى حيوان، الأنيماليا، مملكة الحيوانية. فين مراحل التطور اللي قعدت 1.5 مليار سنة؟ ما فيش. طيب فين الجد المشترك لكل المملكة الحيوانية اللي طلع منه كل الأجناس الحيوانات بما فيها الإنسان اللي بنتكلم عنه؟ ما فيش. طلع منه كذا شعبة، منها شعبة مهمة الحبليات. طب فين مراحل تطور الأنيمالي الحيوان للحبليات؟ مفيش. طب فين الجد المشترك لكل الحبريات؟ ما نعرفش. المفروض طلعت منه بعد كده كذا تحت شعبة، منها تحت شعبة مهمة الفقاريات. فين مراحل تطور الحبليات للفقاريات اللي قعدت 25 مليون سنة؟ مفيش. طيب فين الجد المشترك لكل الفقاريات؟ درسنا ادعاء سيلاكانس والتكتالك وعرفنا كل المصايب بتاعتهم وان ازاي ثبت خطأ، وما عندناش دلوقتي الجد المشترك للفقاريات. طلع منه كذا فوق صف سوبر كلاس، منه فوق صف مهم جدا الرباعيات، ده بقى لوحده اللي ساد في البرية قبل ما يكون في اي حيوان تاني في البرية. ده بقى بيتمشى براحته وياكل براحته ويعمل براحته، مفيش كائن تاني خالص. فين مراحل تطوره؟ مفيش. طب فين هو الجد ده؟ مفيش. ده ملوش أعداء طبيعيين، ده أول حيوان في البرية. بعد كده ده المفروض تطور منه كذا صف، منه صف مهم جدا الثدييات بقى. فين مراحل تطور الرباعيات للثدييات؟ درسناها الجزء اللي فات في القسم السادس، مفيش. طب فين الجد المشترك لكل الثدييات؟ مفيش. بعد كده طلع منه كذا تحت صف، منه تحت صف مهم المشيميات. فين مراحل تطور الثدييات للمشيميات؟ مفيش. طب فين الجد المشترك لكل المشيميات؟ مفيش. وخاصة انت بتتكلم على جهاز تناسلي لسه بيتدرج في اكتماله، مع توضيح ان اي عدم اكتمال يعني ما بينجبش، يعني اندثر. بعد كده طلع منه كذا تحت رتبة، منه تحت طلعت منه رتبة مهمة جدا الرئيسيات. دخلنا بقى في اللي هيطلع منهم القردة والإنسان. فين مراحل تطور المشيميات للرئيسيات؟ آسف في التعبير، ما كانش ينعز، ملوش وجود. طب فين الجد المشترك لكل الرئيسيات البرايميتس؟ ما فيش.
هل حد يعرف مين الجد المشترك لكل الرئيسيات؟ طلع منه كذا تحت رتبة، منه تحت رتبة مهمة، طلع منها قردة الليمور المعروفة المميزة الواضحة اللي ليها حفرياتها. طب فين مراحل تطور الجد المشترك ده اللي ملوش وجود الرئيسيات إلى الليمور؟ مفيش. وطلع منه كمان تحت رتبة تانية قردة تسمى قردة جافة الأنف، ده اسمها، ده مش تسميتي أنا، ده اسمها كده. طب فين مراحل تطور الرئيسيات لقردة جافة الأنف؟ مفيش. ده طلع منها كذا فوق عائلة سوبر فاميلي، منه فوق عائلة مهمة اللي هي قردة البابون، مراحل تطورها فين؟ مفيش. وطلع منه فوق عائلة تاني مهم القردة نفسها بقى بشكلها المعروف اللي هي الهامونويديا، يعني اللي دي خلاص قربنا للإنسان. طب فين مراحل تطور قردة جافة الأنف للقردة نفسها؟ مفيش. طب فين الجد بقى المشترك بتاع كل القردة؟ حد يعرفه؟ لا. وده آسف سؤال تعجيزي، ليه؟ لأنه ملوش وجود. طلع منه كذا عائلة، منه عائلة مهمة طلعت منها قردة الجبونات. طيب فين مراحل تطور قردة الجبونات؟ مفيش. الجبون ده جاي من فين؟ ملهوش مراحل تطور، رغم ان هو نفسه ليه حفريات كتيرة، بس جدوده شياطين ملهمش اي اثر. وطلع منه عائلة مهمة جدا اسمها عائلة القردة العليا. فين مراحل تطور القردة للقردة العليا؟ الهامينيداي؟ مفيش. طب الهامينيداي نفسه ده الجد المشترك لكل عائلة القردة العليا، ملهوش وجود. طلع منه كذا تحت عائلة، منه تحت عائلة الأورانجوتونات اللي شكلها معروف وكبيرة، وبرضه دي ليها حفريات كتير. طب فين مراحل تطورها من القردة العليا للأورانجوتان؟ مفيش. وطلع منه تحت عائلة مهمة تحت الإنسانيات الهامينيناي. فين مراحل تطور تحت الإنسانيات من القردة العليا؟ مفيش. طب فين الجد المشترك لكل تحت الإنسانيات اللي معاهم؟ تحت الإنسانيات ده فيها الغوريلا والشمبانزي والإنسان، مفيش. لو حد عنده معلومة عكسية للي أنا بقوله عشان يطلع يثبت إن أنا متخلف وما بفهمش وجاهل والكلام الكتير اللي بيتكتب لي الحلو كده على اليوتيوب، ياريت يقدمه وأكون شاكر لي. من تحت الإنسانيات طلع منه كذا قبيلة، منه قبيلة مهمة الغوريلات اللي أكبر جنس حتى الآن فيما عدا الانقرض القديم الجاجانتوبيثيكس. الغوريلات يعتبر هو أكبر جنس حاليا حي وليه حفريات كتيرة. طب فين مراحل تطور تحت الإنسانيات للغوريلات؟ مفيش. طب الجد مشترك؟ مفيش. وطلع منه قبيلة تانية مهمة اسمها أشباه البشر بس لسه قرر، الهامينيني. فين مراحل تطور تحت الإنسانيات لأشباه البشر؟ مفيش. طب فين الجد المشترك لكل أشباه البشر؟ هو ده يعتبر الجد المشترك بقى للإنسان والشمبانزي، مفيش. طلع منه جنس الشمبانزي المفروض من 5.8 من 10 مليار سنة. أرفع الصوت. حاضر. هو النهاردة هيكون يوم حلو إن شاء الله. أشوف. حاضر. الصوت ماله، الإشكالية اللي فيه. طيب الليفل عندي كويس. anyway معلش لو تقدروا تعلوا السماعات من عندكم. طيب أشكركم جدا. anyway وصلنا أشباه البشر اللي هو الجد المشترك للشمبانزي والإنسان. فين مراحل تطور فين هو ملهوش وجود؟ طب مراحل تطور الشمبانزي ملهوش وجود؟ طيب طلع منه كمان تحت قبيلة اسمها شبيه الإنسانيات الهامينينا. فمن الهامينيني طلع الهامينينا. مراحل تطور الهامينيني للهامينينا مفيش. فين الجد مشترك لكل شبيه الإنسانيات؟ مفيش. الهامينينا ده هو ده اللي عليه الخناقة، لأن ده المفروض اللي طلع منه الإنسان وكل الحفريات اللي بتسمعوها، أردي ولوسي وإنسان جاوة ومرأة سومطرة والعك، ده كل اللي انتوا بتسمعوه هو في الحتة دي. دي الخناقة. سابوا لكم الصورة الكبيرة كلها ومسكوا لكم في الجزء ده، في السهم الصغنن ده، عشان أوضح لكم أنه دايماً بيسلطوا لكم بأنبوباً، ما بيوريكمش الصورة كاملة، لكن لا يوجد أي حاجة من بقية الصورة، فقط الخناقة على هذا الجزء. ففين جدود الإنسان كلها بالكامل؟ ليس لها أي وجود.
كويس، وصلنا مع بعض زي ما قلت في الموضوع ده انه مفيش جدود، وعرفنا ودرسنا المراحل المختلفه مع بعض، درسنا البيليبيثيكس والايجيبتوبيثيكس والبروكونسول والدرايوبيثيكس والرامابيثيكس والاوريوبيثيكس والسهيلانثروبس والاورورين والاردبيثيكس كدابا واردبيثيكس رامادس والانامنسيس كلهم، وباقرارات العلماء كلهم اجناس قرده اندثرت، بعضهم كمان تنوع من أجناس أو عظام صغيرة مختلطة، أو بعضهم أضافوا إليهم عظام بشرية، بدليل وأقدر أقدمه بدليل أي محدش يقدر يعني يتكلم فيه أنه كلهم محطوط لهم أجسام أجناس بأسماء ثنائية، آسف، يعني لا جدود لا عائلة ولا قبيلة ولا رتبة ولا غيره، دول عبارة عن أجناس، عشان كده كلهم باينوميال أسماء ثنائية، كل اللي أنا قلت لكم عليهم دول لا هم من جدود ولا مراحل وسيطة في أثناء التغير التدريجي، وكلهم فيما عدا راميدس اللي درسناه عبارة عن عظام صغيرة متفتتة غير مكتملة. لغاية دلوقتي إحنا فين؟ في الهامينيني، لسه ما دخلناش للهومو الإنسان، يعني لسه إحنا في القردة، ما وصلناش إن إحنا دخلنا على الإنسان، لسه النطة ما بين القرد للإنسان، إحنا لسه في القرد ما نطناش النطة دي. فالهامينين اللي بدأت بعد ما طلعت شمبانزي من 5.8 مليون سنة، خلاص احنا دلوقتي كده ماشيين في السكة اللي طلع منها الإنسان وبس، كويس؟ وصلنا للمرحلة الهامة جدا المشهورة، مين؟ أسترالوبيسيكس أفرانسس اللي هي منها الشهيرة تيتالوسي. عرفنا في الجزء الخمستاشر من القسم السابع اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي احنا النهاردة في الجزء 24، إنه أسترالوبيسكس باعتراف كل العلماء كل صفاتها تقريبا تطابق حيوان عايش حي اسمه إيه؟ الشمبانزي القزم. ده ما كانش معروف من فترة طويلة لكن مكتشف حديثا والدرس، ولقيوا كل الجمجمة والجزء الأعلى والأطراف الأمامية والفك والشكل القفص الصدري قمع الشكل والفرتبرال كولن بكل ده يطابق الشمبانزي القزم. كانوا بيدعوا اختلافات اتنين، ايه هما الاختلافات دي؟ عظمة الحوض المعاد تركيبها اللوسي اللي متشكلة وحندرسها، وعظمة الركبة البشرية اللي حطوها في هيكل لوسي رغم ان هي مكتشفة في مكان تاني خالص، والاتنين دول اتضربوا. وبقيت صفات الاسترالوبيسيكس افرانسس هي تطابق الشمبانزي القزم. فاحنا في مرحلة الأسترالوبيسيكس أفرانسس، وزي ما شرحت يعني إيه؟ يعني القرد الأفريقي الجنوبي من أسترالو جنوبي بيثيكس إرد أفرانسس من منطقة أفار أو عفار في أثيوبيا. وعرفنا كارثة اكتشاف خطوات بشرية طبيعية لبشر طوال عاديين أقدم من لوسي، وعرفنا محاولة نسبها زوراً لمرحلة أسترولوبيسيكس أفرانسس إزاي فشلت. ليه؟ لأنه للأسف الطبيعة ما كانتش في صفهم، فاكتشفوا عظام أقدام مرحلة أسترولوبيسيكس أفرانسس، واتضح فيها أن أقدام الأسترولوبيسيكس أفرانسس تطابق الشمبانزي القزم أيضاً، وده اللي درسناه في الأجزاء الماضية. وعشان أكد الموضوع ده أيضا درسنا باختصار خطوات بشرية كثيرة في طبقات مختلفة، منها من أكثر انخفاض بكثير منها، يعني يعتبر حسب ادعاء أن الطبقات دي أعمار، يعني تعتبر أقدم بكثير تماشيا مع كلامه، وعندنا خطوات بشرية موجودة ده منها من الكامبريا. ده أثبت بوضوح خطأ تطور المزعوم. ليه بنتكلم في كلام ده بالكامل اللي يبدو علمياً ملهوش دعوة باللاهوت الدفاع المسيحي؟ ليه؟ لأنه ده اللي بيحاول يقدموه عشان يخطئوا الكتاب، عشان يدعوا أن الكتاب خطأ من بدايته لما تكلم على الخلق وليس التطور، ويقولوا وبناء عليه كل حاجة تانية في الكتاب غلط. فبنوضح أنه حتى الكتاب لما تكلم على الخلق كان صحيح تماماً. بل احنا كمان درسنا مش بس خطوات بشرية، ده احنا كمان درسنا أدوات بشرية موجودة في طبقات مختلفة، ودرسنا حفريات بشرية أقدم من لوسي بكثير، بناء على فرضية أعمار الطبقات الخطأ تبقى قديمة جدا،
أقدم من جدود 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 لوسي نفسها، ده أكد بوضوح خطأ التطور. كمالة للي قلته للجزء اللي فات عن اكتشاف عظام أقدام أسترالوبيسكس أفرانساس اللي تعبهم قوي، فاتضح أنه جنس لوسي رجليه مش بشرية، اتضح أن جنس لوسي رجليه زي الشمبانزي، وخاصة الشمبانزي القزم بتاع التسلق. أقول لكم خبر أكثر يعني غرابة وللأسف غير منتشر. اكتشفوا حديثا في سنة 2011 عظام من قدم اللي هي AL 333-160. العظام دي اللي هي من منطقة في القدم اسمها الميتاتارسل. لقوها فين؟ لقوها في أثيوبيا مكان اكتشاف الأسترالوبيسيكس أفرانساس، بس في طبقة أكثر انخفاض يعني حسب ادعائهم أقدم. العظام دي لما تبص عليها وتقارنها بأي رجل عظام بتاعة بشر متطابقة، واضحة جدا اهي شكلها الميتاتارسل في الإنسان والعظام المكتشفة. لما يكتشفوا عظام ميتاتارسل بتاعة قدم إنسان طبيعي، وأريدي عندهم خطوات لياطولي اللي بتاعة إنسان طبيعي طويل، المفروض الإنسان العاقل الحيادي يقول إيه؟ ده احنا مش بس لقينا خطوات انسان طبيعي، مش انسان واحد، دي عائلة بشرية، ده احنا كمان لقينا عظام قدم انسان لانها تطابق عظمة قدم الانسان الطبيعي. بس احنا عارفين ان الناس دولة مش بتعوت الحيادية، دولة بتعوت عقيدة عايزين يثبتوها، لانها نفس العظام الميتاتارسل تشابه شكل عظام الانسان في الشكل والحجم والتشريح وكل شيء، ولا تشابه لا الشمبانزي ولا الأسترالوبيسيكس اللي تم اكتشافها بالفعل. وتمييزهم سهل زي ما درسنا، دي عظام قدم الإنسان ودي عظام قدم الشمبانزي، بس يعني هي كبيرة عن المعتاد لكن فقط للتوضيح. ودي العظمة اللي تم اكتشافها، واحدة من العظام اللي تم اكتشافها لقدم الأسترالوبيسيكس اللي تؤكد أن هي شمبانزي وليس إنسان. لكن عيبها بالنسبة لهم إيه؟ إنهم لقيوها في طبقة 3.6 مليون سنة. عارفين لو كانوا لقوها في طبقة أصغر من 2 مليون كانوا هيقول دي عظام بتاعة مرحلة تطور، بس خلاص بقي في الهومو، بقي إنسان. لكن عشان لقوها أقدم من لوسي مباشرة قفزوا لإدعاء إنها عظمة من قدم جنس لوسي أسترالوبيسيكس أفرانساس. آدي المرجع اللي هتلاقوا فيه هذا الإدعاء، رغم أن هي لا يوجد فيها أي تشابه مع أي من أقدام القردة ولا ما تم اكتشافه بالفعل لعظام قدم جنس لوسي، بل لا يوجد فيها أي علامة أنها حتى مرحلة بسيطة يعني ما بين ده وما بين ده، دي قدم بتاعة ميتاتارسل إنسان حديث في الشكل والحجم، وحتى ما ينفعش اللوسي 90 سنتي، ده بتاع إنسان 170 سنتي، وده ذكروه العلماء نصاً في المجلات العلمية، وآدي أحد الريفرنس اللي بيقول هالكلام ده واتنشر في مجلة ساينس. كويس؟ ورغم أنهم يقول أنها تطابق قدم الإنسان الطبيعي الهوموسيبيان، إلا برضو يكرروا أن أقدام أسترالوبيسكس في عنوان المقالة، رغم أن ده دليل قاطع أنه ده إنسان طبيعي بيمشي على قدمين عشان وجود القوس بتاع الميتاتارسل. بل الحجم ما ينفعش لوسي، لوسي طولها 90 سنتي والمذكر من لوسي هيبقى طوله بالكتير 100-105 سنتي، لكن العظام الميتاتارسل دي بالنسبة والتناسب بتاعت إنسان بالغ أطول من 160 سنتي. إيه رأيكم، ده علم وحيادية ولا البعض بيسيطروا على مواقع معينة وبيحاولوا يستغلوها في إثبات عقيدتهم التطورية الإلحادية حتى بمخالفة الملاحظات العلمية الواضحة؟ لكن درسوها علماء آخرين كثيرين وأكدوا مش قادرين نبلع اللي انتوا بتقولوه ده، عظمة قدم إنسان طبيعي لا تصلح على الإطلاق إنها تكون للأسترالوبيسكس اللي طوله طول نص طول الإنسان الطبيعي، ما ينفعش حجمها، ما ينفعش، لا يناسب صغر حجم هيكل لوسي والجنس بتاعها وصفات تشريحية كتيرة. وآدي أحد المراجع لشرح هذا الأمر، ويتقال
لوسيز نيو فود بون از اكشوالي هيومن، دي مش عظام بتاعت لوسي ولا جنسها، دي عظام بشريه. لكن طبعا عقيده وعايزين يثبتوها. ايضا علماء اخرين وضحوا ان اكتشاف عظام اقدام جنس لوسي اللي احنا اتكلمنا عليه الجزء اللي فات ومع مقارنتها بعظام اقدام الدية ما تنفعش، ان العظام بتاع الميتاتارسال بتاع القوس بتاع قدم الرجل انها تكون لجنس لوسي. ليه؟ لان جنس لوسي من الاكتشاف اللي تم بالفعل بقدم مسطح واصبع قدم كبير للجانب بتاع ان هو يمسك به الفروع ويتسلق، والاصابع مقوسه للتسلق، لكن العظام الميتاتارسال المكتشفه دي بتاعت قدم بشريه. هذه مراجع بتذكر هذا الأمر. فعظمة قدم إنسان طبيعي، إذن أعمار الطبقات اللي بيدعوها خطأ، والتطور المزعوم خطأ، لأن إحنا عندنا هياكل بشرية وأدوات بشرية وخطوات بشرية وعظام كثيرة بشرية أقدم بكثير أو في طبقات أسفل بكثير من الطبقة اللي فيها لوسي، بل حتى في نفس المكان اللي فيه لوسي بس في طبقة أسفل منها. ولكن للأسف لأن ده ضد ادعاء التطور بتاعهم فبينسبوه بأي شكل أصفه بكذب أو يعني تكذيب على الحقيقة أنه ده لجنس لوسي، رغم أن لوسي هو عبارة عن قرد وبس. فأرجو أن أنتم تتذكروا كام دليل حتى الآن على وجود الإنسان الحديث في طبقة أسفل، يعني حسب ادعائهم أقدم من كل الجدود المزعومين وخاصة المهمة جدا لوسي، ورغم ده هيستمروا في عقيدتهم وإيمانهم بالإلحاد والتطور. واحدة تشبه لها تاني أيضا اكتشاف حفرية لعظام قدم اسمها بورتلي، وآدي شكلها قدام حضراتكم. دي اتوجدت على بعد 30 ميل بس من مكان اكتشاف هيكل لوسي، وهي عبارة عن سمان عظام مختلفة عن عظام قدم الأسترالوبيسيكس والشمبانسي، ودي حددوا عمرها حسب فرضية طبقات أعمار الطبقات من 3.4 مليون سنة. لاختلافها عن الأسترالوبيسيكس أفرانسس، بدل من أنها يعترفوا أنها توضح خطأ التطور، قوم طلعوا لنا بفكرة عبقرية، يعني آدي العلم ولا بلاش، بس هو خيال علمي. قالوا على فكرة وقت ما لوسي كانت بتطور في المشي كان هناك أسلوب آخر بيتطور في المشي في هذا الزمان جاي من ناحية أرضي اللي احنا درسناها، فاكرين أرضي والجدة الفوقانية؟ وطبعا عرفنا انه أرضي لما كملوا اكتشاف اكتشفوا ان القدم بتاعها ما تنفعش تماما، ده فرق بشع بينها وبين قدم البشر، دي اوحش حتى من شكل قدم الشمبانزي. ادي نص الكلام اللي اتوضع في مجلة نيتشر هقراه لكم. اكتشاف حديث لهيكل قدم غير مكتمل لهامينين من شرق أفريقيا توضح أن هناك أكثر من طريقة لتأقلم السير. يا سلام في الهامينين في بداية الفترة النهائية من البليوسين اللي هي الفترة بتاعت لوسي، فنرى هنا عناصر مشي جديدة يعود تاريخها إلى 3.4 مليون سنة مضت، تنتمي لجنس معاصر من معاصر لوسي، ولكن لا يشبه الأسترالوبيسيكس أفرانسس اللي هو جنس لوسي في صفاته وطريقة التأقلم على المشي، ولكنه أكثر تشابه مع السابق مثل اللي هو مين؟ الأرضي بيسيكس راميدس في وجود بوابة الصباع المقابل. هذه ليست فقط توضح وجود أكثر من جنس هامينين في بداية الفترة المتأخرة للبليوسين اللي هي فترة لوسي في شرق أفريقيا، ولكن أيضا توضح دوام لجنس يشبه الأرضي. يعني طلع الأرضي ده مش جد لوسي، ده طلع ان ارضي ده كان ماشي لوحده كده في سكه لوحدها في الاسلوب التاقلم على المشي لاخر البليوسين. ازاي جد لوسي يكون لسه ما اتطورش بس لوسي حفيدته المتطوره موجوده معاه في نفس الوقت؟ بس ارضي ده اللي هيتطور للوسي فيما بعد، بس هو لقيناه ما اتطورش. ايه رايكم؟ ادي نص الكلام ال12 في مجلة نيتشر جايبه لحضراتكم، وآدي اللينك للي عايز يتأكد من كلامي، وآدي اتفضلوا صورة المجلة. هل ده استنتاج مقبول؟ عظام قدم في طبقة أقدم من لوسي بس قريبة منها وفي نفس مكانها في الزمن اللي محدد الأسترالوبيسيكس أفرانسس
لكنها تشبه الأرضي اللي أقدم من لوسي بمليون سنة، ده إيه ده؟ واللي المفروض إن انقرض تماما قبل لوسي بأكتر من نص مليون سنة. فيقولون هناك طريقتين للتأقلم على المشي رغم أن عظام قدم جنس لوسي يطابق الشمبانزي القزم. فزي ما قلت لكم من إشكاليتها أنها في طبق أعلى من مستوى لوسي، لكن لما جم يحددوها طلعت لهم عمر 3.4، يعني الطبقة الأعلى من لوسي عمرها أقدم من لوسي. وما تقولوش علي أنا المتخلف، ده مش كلامي، ده كلام العلماء. طبقة لوسي أهي 3.2، الطبقة اللي فوقيها يعني اللي مفروض أحدث طلعت 3.4. محدش يتكلم، لا تجادل يا أخ، ده كلام العلماء. أيضا تم تحديدها بالأرجون، أرجون زي ما حددوا عمر طبقة لوسي بالظبط، ويطلع عمر أقدم رغم أن هي طبقة أعلى يعني المفروض أحدث، بس طلعت أقدم. وأوعى تفاصل في المقياس الإشعاعي الدقيق الذي لا يقبل الجدل. فأنت عندك الحفرية دي موجودة في طبقة، موجودة في طبقة فين؟ أعلى من لوسي، يعني المفروض تكون أحدث من لوسي، لكن يقاسوها بنفس المقياس اللي حددوه بتاعت عمر طبقة لوسي فطلعت أقدم. وأوعى تفاصل. نكمل. المهم الموضوع ما يفيدش كتير، لكن بس بوضح لكم إن إزاي كل حفرية جديدة بتكتشف بتسبب لهم لخبطة. ليه؟ لأن التطور ما حصلش بالترتيب المزعوم اللي بيدعوه. ندخل على طول على الحفرية المهمة اللي هي DIK1/1، اللي هي من الأسترالوبيسيكس أفرانسس، اللي هي أو المشهورة باسم ابن لوسي أو لوسيس بيبي أو طفل لوسي، وليها اسم تاني اسم سلام بالإثيوبية يعني السلام، كلمة سلام العربية. حددوا عمره حسب فرضية الأعمار بنفس اللي لسه بكلمكم عنها وديت لكم إزاي في الحفرية اللي فاتت، دي كانت كارثة. لكن anyway حددوها ب 3.3 مليون، يعني أقدم من لوسي ب 100,000 سنة، بس هو ابن لوسي. ما تسألوش إزاي، واسم له معروف به اسمه بيبي لوسي أو لوسيس بيبي. anyway ما تقولوش علي أنا الجاهل، ده مش كلامي، ده كلام العلماء. الحفرية دي ابن لوسي اكتشف في سنة 2000، طبعا بعد لوسي بحدود 25 أو 30 سنة، طبعا عشان يكون ابن لوسي. anyway بواسطة عالم يعني مشهور في موجود في أثيوبيا اسمه زيري سيني، آسف اسمه صعب شوية، المس جيد، من منطقة اللي هي اسمها ايه؟ ديكيكا، وهي طلعت منها اللي هي دي اي كي اللي هو اول جزء في اسم الحفرية طالع من اسم المنطقة ديكيكا. ده فين؟ في جنوب هدار، منطقة هدار دي اللي اكتشف فيها لوسي. فهو اكتشف بعد عدة اميال من مكان اكتشاف لوسي، واكتشف معاه بقايا هيكل ويكون الصفات بتاعته تطابق الأسترالوبيسيكس أفرانسس، بس جنس صغير يعني، صغير يعني عمره صغير، بما في كل الصفات العليا في الجسم اللي هي تناسب التسلق وغيره وغيره وغيره، زي لوسي بالظبط اللي تطابق الشمبانزي القزم. كويس. وأيضا يقدر يقف لفترة صغيرة على قدمين زي وزي الشمبانزي القزم. يرسموا لكم بالصورة، أو لو ما تروحوا المتاحف عشان تشوفوا ابن لوسي هتشوفوا الشكل الحلو المقطقط الجميل اللي قدامكم ده. هل ده يا ترى اللي اكتشفوه؟ لا طبعا، مش الشكل الجميل الحلو اللي تم اكتشافه ده، أبو عينين بتلمع والذكاء بيفط من عينيه، لا مش هو ده. ده اللي تم اكتشافه. من ده عملوا لكم الصورة الحلوة اللي انت شفتوها. آدي الحفرية وسموها أو ديكيكا بيبي أو دي آي كي زي ما قلت لكم. لأنثى صغيرة من 3.3 مليون سنة، تماشيا مع فرضية أعمار الطبقات، حددوا عمرها كان تقريبا 3 سنين. أولا حجم الجمجمة ليس له أي علاقة ولا أي مرحلة وسيطة في تطور الإنسان. ليه؟ لأنه لا يشبه على الإطلاق
جمجمة طفل عمره 3 سنين، ولا حتى مرحلة تطور، ولا حتى حاجة بسيطة ما بين الإنسان والشمبانزي. هو مثل حجم جمجمة شمبانزي صغير عمره 3 سنين. آدي مكتشف الحفرية، وآدي ماسك الجمجمة في إيده زي ما حضراتكم شايفين. حفرية دي أي كي أو ابن لوسي. كويس؟ العيب إيه؟ إنها أكشوالي أكثر اكتمالاً في حاجات عن لوسي. طب ليه العيب؟ ده المفروض ميزة. ما هو طلع ضد مش مع. هنعرف. لقيوا فيها آدي شكل الهيكل اللي تم اكتشافه، ولقيوا فيها على سبيل المثال الجمجمة زي ما حضراتكم شايفين شبه مكتملة، الفك بالكامل جمجمة شمبانزي، الكرينيال يعني الجمجمة بالكامل صفاتها زي الشمبانزي، ما فيش فرق. واتكلمنا على الجزء الصغير في هذا الامر والفاريشن اللي موجود في جماجم الشمبانزي، وان ازاي الاسترالوبيسكس الجمجمه بتاعته في نطاق التنوع اللي موجود في الشمبانزي، خاصه ما بين الشمبانزي والشمبانزي القزم. كويس؟ ده عظام الفك المكتشفه. المفاجاه ان عظام الكتف تطابق عظام كتف القرده وليس الانسان، وهي حاجة بيشبه الشمبانزي والغوريلا. وآدي الكلام ده اتنشر في مجلة ساينس في 26 أكتوبر 2012. وآدي منظر الأربعة، آدي العظمة بتاعته بس مع اختلاف الأحجام، ده فقط صورة للتوضيح. آدي عظمة الكتف السكابيولا، ودي عظمة كتف قدام حضراتكم بتاعت الأسترالوبيسكس أفرانسس وشمبانزي وغوريلا وإنسان. كويس؟ آدي شكلها علشان توضيح الحجم، إن هي أصلاً صغيرة. بدراسة الكتف ده مع بقية العظمة المكتشفة أو العظام المكتشفة للأطراف الأطراف الأمامية أو الساق، وجدوا أن هو تيبيكال زي الشمبانزي، مناسب تماماً للتسلق لفترة طويلة ويقدر يعيش حياة التسلق زيه زي الشمبانزي. هل الكلام ده كلامي؟ لا، ده كلام علماء كتير بما فيهم المسجيد اللي هو اللي مكتشف الحفرية. كويس؟ وده برضو اتنشر في مجلة ساينس في عدد 338، وآدي أحد المراجع الأخرى تؤكد نفس الكلام. طيب، ده اكتشف أنه مش مناسب للمشي. ليه؟ زي لوسي بالظبط، الجزء العلوي اللي فيه كبير تقيل، ده مناسب للتسلق عشان محتاج الطرفين الأماميين إن يتعلق منهم فترة طويلة. حتى لو كانت الركبة مناسبة للمشي ما يقدرش يمشي مستريح، لأنه مش زي الإنسان. الإنسان الرجلين أقوى بكتير من اليدين. ليه؟ لأنه بيمشي على رجليه، فالرجلين هي اللي بتحتاج تشيل الجسم. القردة اليدين قوية وتقيلة لأنه بيتعلق منها. فده قالوا حتى لو كان الركبة اللي منسوبة للوسي بيدعوا ان هي بتتطور عشان تبقى مناسبة للمشي، رغم ان هي ركبة بشرية، الطرف العلوي اللي اكتشفناه في حفرية ابن لوسي ما ينفعش. ده بإقرار برضو علماء كتير بما فيهم مكتشف الحفرية. Typical African Ape Morphology، يعني صفات مطابقة للقردة الأفريقية زي الشمبانزي. كويس؟ ده وضح أكتر إن الأسترالوبيسيكس غالباً فعلاً هو عبارة عن تنوع من الشمبانزي. ذات سيت القدم زي ما حضراتكم شايفينه، زي ما تم اكتشافه في الحفرية اللي درسناها الأسبوع اللي فات اللي هي الـ STW573، اللي وضحت كارثة إن رجل لوسي صباع القدم بالضبط على الجنب زي الشمبانزي مش زي قدم الإنسان، اللي هي وضحت أن قدم لوسي بالشكل ده وليس قدم بشرية المعتادة اللي احنا عارفينها. الحفرية دي برضو لقيوا فيها العظمة بتاعة القدم، برضو ووضحت نفس الأمر أن هي بالضبط زي قدم الأسترالوبيسيكس اللي هو جنس لوسي اللي هو يطابق الشمبانزي المناسب للتسلق، وآدي شكل العظمة بتاعته، واللي تؤكد أنه الصباع الكبير يتجه لجنب مش زي قدم الإنسان الصباع الكبير في نفس اتجاه بقية الأربع أصابع. كويس؟
فبوضوح تنوع من الشمبانزي، آدي العظمة بتاعة الشمبانزي، وآدي الجزء بتاع الاتصال، آدي العظمة بتاعة الأسترالوبيثيكس أفرانسس بما فيها الصباع الكبير المتجه لجنب والجزء المشابه، آدي العظمة بتاعة الإنسان اللي تختلف في هذا الأمر لأن الصباع الكبير متجه لهنا ومكان الاتصال مختلف. إيه رأيكم؟ فإشكالية ابن لوسي فضح مامته لوسي إنه رجلها مش زي ما بيحاولوا يدعوا إن هي كانت بتمشي، لأ، إنه الرجل بتاعها زي قدم الشمبانزي بالظبط. أصل لوسي ما كانش معاها ركبة، أو الركبة اللي اكتشفوها معاها غير مكتملة. قوم إيه جابوا لها ركبة بتاعت إنسان من حتة بعيدة. لكن لما اكتشفوا ابن لوسي الشبه مكتمل، رجله زي الشمبانزي. مكتشف الحفرية بنفسه بسبب إنه صباع القدم الكبير على الجانب زي الشمبانزي، اضطر يعترف إن فعلا القدم بتاعته وضح إن جنس الأسترالوبيسكاس الرجل بتاعته شمبانزي وليس بتتطور لبشر. آدي نص الكلام قدام حضراتكم، وده اتنشر في ساينس أدفانس. ده بالإضافة لكل اللي قلته لكم في الأجزاء السابقة، بداية من الجزء الخمستاشر وحتى الآن. جنس لوسي مش بيتطور في المشي، جنس لوسي رجله زي الشمبانزي، وخاصة الشمبانزي القزم. فبالإضافة إن الاكتشاف ده كمان أكد لنا أكتر وأكتر إيه؟ خطوات لا يطولي أو آثار لا يطولي أو لا يطولي فوت برينتس دي مش بتاعة جنس لوسي خالص، بس خطوات لا يطولي تطابق عائلة بشرية وأقدم من لوسي. هل الكلام ده كلامي؟ لا، ده كلام علماء قدام حضراتكم قالوا هذا الأمر بوضوح شديد. كده تأكدنا أكتر إن خطوات لا يطولي دي خطوات بشرية وليس بتاعة جنس لوسي. أيضا عظام اليد زيها زي لوسي اللي تطابق عظام يد القردة، ودي فيها إشكالية. أرجع لكم مرة تانية معلش بسرعة لصورة الهيكل عشان تشوفوا أقصد أتكلم على إيه. يعني إحنا عندنا كائن يشبه الحفرية دي الشمبانزي القزم في كل حاجة، وبخاصة إن الطرف العلوي مناسب جدا للتسلق والطرف السفلي مش مناسب للمشي، مناسب للتسلق. طب عايزين إيه؟ وكل الصفات اللي فيه تطابق الشمبانزي القزم، بس عايزين يقولوا عنه مرحلة بسيطة بأي شكل. إيه رأيكم؟ علم حيادي صح؟ ناس دول حياديين حياديين ما حصلش، ويقولوا الشيء ويقروا بيه ويعترفوا بوضوح، ولسه يحاولوا يقولوا مرحلة بسيطة بعد كل ده. إيه رأيكم؟ Anyway، نكمل مع بعض. فعظام القدم بالإضافة لعظام اليدين مناسب للتسلق على الشجر وليس المشي. عشان كده اضطروا يعترفوا في سنة 2018 إن جنس الأسترالوبيسكس اكشوالي يمكن ما كانش بيمشي، ده يمكن كان بيتسلق، وخاصة العيال بتوعه كانوا شياطين بيتسلقوا. فقالوا ايه؟ بص الكلام الذكي لما يطلع منهم. قالوا انه جدود الانسان القدامى اللي هي تيتا لوسي كانوا مجبرين انه يتعاملوا مع صغار يتسلقوا الشجر. يا سلام على العلم! يعني لوسي هي بتحاول تجاهد وتتعلم ان هي تمشي، بس ابنها قرد بيتنطط على الشجرة ورجليه وإيديه مناسبين للتسلق. فلوسي الغلبانة اللي بتحاول تتعلم المشي مجبرة كانت تتعامل مع ابنها الشيطان اللي بيتنطط على الشجر، لأن كل الهيكل بتاعه مناسب للتسلق على الشجر. يعني معلش أنا آسف، اوصفوني غبي، اوصفوني ما بفهمش، واتفر اللي انتوا عايزين، بس ما ده كلام مقبول. يبقى ابن لوسي بيتسلق الشجر لكن لوسي بتمشي؟ احكموا انتم. ادي كلامهم محاولة يعني بأي شكل انه لسه يستمروا يدعوا ان لوسي مرحلة تطور رغم كل الإثباتات دي كلها. والكلام ده اتنشر في لايف ساينس في 4 يوليو 2018.
يعني بالظبط من سنة وشهر فات. إذا كان بيتسلق ما بيمشيش، يعني مش مرحلة تطور في المشي، بل زي الشمبانزي وخاصة الشمبانزي القزم تماما بيتسلق. فليه لغاية دلوقتي بيحاول يقولوا عن إن جنس لوسي ده جد الإنسان؟ في المخ لا ما بيتطورش في المخ، إيه لا بيتطور في المشي، طب ما اتضح إن ما بيتطورش في المشي. ليه ما يبقاش تنوع من الشمبانزي؟ لا عشان ده مش المناسب، هم عايزين يكون مرحلة تطور. عشان كده علماء كتير قالوا بسبب ده انه بعد اكتشاف حفريات اكتر تأكدنا ان الاسترالوبيسيكاس هو عبارة عن ايه؟ قرد، مش مرحلة بسيطة زي are just apes. ايه رأيكم؟ بل حتى الجزء الجبهي والجمجمة والفك والأسنان كلها زيها زي شمبانزي القزم العادي، الكرينيال والدورسال وكل الأسنان وهكذا بما فيها الناب الكبير اللي اتكلمنا عنه قبل كده، يطابق القردة في كل شيء. طب فاضل إيه بعد كل ده؟ كل الأدلة دي تؤكد أن احنا كل جنس الأسترالوبيسيكاس أفرانسس المكتشف عظام قردة، ويؤكد لنا أن الأسترالوبيسيكاس فقط تنوع من الشمبانزي، وبخاصة أنه هو يطابق نوع الشمبانزي القزم في كل شيء. فبسبب اكتشاف الصغير القرد ده أكد أكتر أنه ما عندناش شيء اسمه عظام أسترالوبيسيكس جنس لوسي يشبه الإنسان. هل ده كلامي؟ لا، ده كلام العلماء. Not one of its ape-shaped bones was shaped exactly like the corresponding bone in human body. يعني قالوا لفظاً إنه ما لقيناش عظمة حتى الآن في جنس الأسترالوبيسيكس أفرانسس اللي كنا بنحاول ندعي إن هو جنس الإنسان، مش زي شكل القردة زي الشمبانزي أو يشبه، لا أو لكن بيشبه الإنسان، ما لقيناش. كل عظامه بداية من أعلى الجمجمة لغاية أصابع الأقدام كلها ape shape bones، وما فيش واحدة فيهم not single one تشبه human body bone في أي حاجة. ده مش كلامي، إيه رأيكم؟ يعني كل عظام هذا الجنس خلاص تشبه القردة، يبقى أنتوا كل اللي لقيتوه عبارة عن حفريات لجنس الشمبانزي في طبقات منخفضة أو قديمة وتفر حتقولوها وخلاص، أو تنوع من الشمبانزي انقرض زي وزي القردة بيتنطط على الشجر، ولا بيقف ولا بيمشي ولا الكلام ده كله. ده انتوا لغيتوا ادعاء ان الانسان بدأ يتطور في مخه عشان كده انتخبته الطبيعة وبعد كده بدأ يتطور ويمشي على قدمين، دي لغيتوها خالص عشان لوسي وحولتوها انه بدأ يتطور عن طريق المشي اولا والمخ ده جه بعدين. طب اهو القدم اتضربت، كل ده عارفين متمسكين بإيه حتى الآن؟ ركبة لوسي اللي جابوها من حتة تانية أضافوها للهيكل بتاعها الركبة البشرية، وعظمة الحوض بتاعت لوسي المزورة اللي نسبوها للوسي وهي معاد صناعتها، معاد تشكيلها. بل حتى العلماء قالوا حالياً أنه الاحتمالية اللي كنا بنقولها على أسترالوبيسيكس أفرانسس كان بيمشي unlikely، لا احتمالية غير محتملة. ده حتى أسترالوبيسيكس أفرانسس أو لوسي اللي كانوا بيدعوا إن هو مرحلة بسيطة عشان بدأت تتطور في المشي، دلوقتي أصبحت احتمالية إيه؟ unlikely، غير محتملة. آدي عدة مراجع يقول الكلام ده لحضراتكم، بما فيها مجلة نيتشر في سبتمبر 2006. كل الدراسات دي في الحقيقة تكشف لكم بوضوح الإنسان لم يأتي بالتطور، لكن الإنسان أتى بالخلق، والإنسان والقردة موجودين من بداية تكوين الطبقات الرسوبية. عشان كده نلاقي في نفس المكان زي منطقة أفار في أثيوبيا موجود الاثنين، حفريات الإنسان الطبيعي وحفريات القردة زي الأسترالوبيسيكس. والإنسان ما تطورش من استرالوبيسيكس، ولا الإنسان والقردة جم من جد مشترك. الكلام ده غلط. يا ترى إمتى هيغير؟ هل الكلام ده اللي أنا بقوله لحضراتكم هتلاقوه في مناهج التعليم بما فيها الجامعات للطلبة؟ لا،
تفضل تمقق عينك ولا مش هتلاقيها حتى في عناوين الأبحاث، هتلاقيها في تفاصيل التفاصيل اللي موجودة في الأبحاث. لن تجد هذا الكلام في مناهج التعليم، لا في المدارس ولا للطلبة في الجامعات. ليه؟ يقدموا لهم الصور الحلوة اللي زي ما حضراتكم عارفين، تتقدم لهم صورة زي دي، بص الإنسان بيتطور إزاي أهو، والطالب يشوف المناظر دي ويقولوا له العلماء والموسوعة الفلانية والموسوعة العلانية، والطالب يتغسل مخه ويفكر فعلا العلماء أثبتوا مراحل تطور الإنسان، وإحنا عرفنا أن كل دول مضروبين، عرفناهم واحدة واحدة وخدناهم بالتفصيل. إمتى هيعترفوا بعد؟ يعني when enough is enough، إمتى كمية الأدلة العلمية هتكون كافية عشان يعترفوا أن الإنسان ما جاش بالتطور لكن جاته بالخلق؟ لكن للأسف مش هيقدروا، لأن ده معناه انتهاء عقيدتهم والإلحاد والعقيدة التطورية بالكامل، وده اللي مش هيسمحوا بيه، وده اللي قالوه بوضوح، عمرنا ما هنعمل الكلام ده حتى لو نظرية التطور واضحة ان هي خطأ، هنفضل ندور على بديل، لكن ما نقدرش نرفضها دلوقتي لأن البديل الوحيد المتاح الخلق، وده غير مقبول مننا تماما، وده اتكتب في الاحتفال المئوي بنظرية التطور لداروين في الطبعة اللي اتعملت في العيد المئوي لنظرية داروين. اكتفي بالقدر ده، وآسف لو كنت طولت على حضراتكم، وآدي كارثة ابن لوسي. الأسبوع الجاي أنا آسف بسبب ظروف سفر مش هكون متواجد، فاستسمحكم عذرا. الأسبوع اللي بعده إن شاء ربنا ودبر هنبدأ بقى في تيتا لوسي نفسها، بعد ما خلصنا جد لوسي وعمة لوسي وأخو لوسي وكمان الكبير لو تفتكروه، وكمان خلصنا ابن لوسي، هندخل بقى في لوسي نفسها ونبتدي ندرسها مع بعض إن شاء ربنا ودبر الأسبوع اللي بعد كده إن شاء ربنا.